من المسائل أنه يستحب تمرين الصبيان على الصيام، ولذلك في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين كانوا يصومون يوم عاشوراء ويصومون صبيانهم ويصومون الصبيان. جاء عند مسلم في رواية الشك كما قال ابن حجر الصبيان الصغار، وجاءت بالجزم عند ابن خزيمة وغيره. إذن الصبيان الصغار كانوا يصومون، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال استحباب تمرين الصبيان الصغار على الصيام. ولذا ذكر البخاري، يعني هذا لا يخرج الكبار، ولذلك ذكر البخاري في صحيحه فبوّف فقال باب صوم الصبيان، وذكر بصيغة الجزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل نشوان، نشوان يعني سكران في رمضان، فقال له أنشوان وصبياننا صيام؟ فضربه عمر رضي الله عنه الحد، بل جاء في غير صحيح البخاري أنه نفاه إلى الشام. يعني يقول كيف تفطر ويفطر على ماذا؟ على أمر محرم. يقول وصبياننا صيام، يعني أيصوم الصبيان وأنت لا تصوم؟ فضربه عمر رضي الله عنه.